صناعة المخلفات البلاستيكية بشكل عام تدور بعدة مراحل. أولى هذه المراحل تبدأ في مراحل التجميع، وهي عبارة عن مناطق الخردة التي تشتري أنواع البلاستيك بكافة أنواعها، وهذه المناطق عبارة عن مشاريع صغيرة تبدأ في متنوعة متوزعة على مستوى قطاع غزة. في المرحلة الثانية وهي مرحلة الفرز، هذه الفرز يتم فرزها من خلال مجموعة من العمال عاملين في المصنع. يتم فرز كل نوع من أنواع البلاستيك لوحده، سواء كان الخراطيش أو العلب البلاستيكية أو النايلون. بعد ذلك يتم تقطيعها وتنظيفها، ثم تبدأ في عملية الجرش، ثم تدخل في مرحلة التدوير أو البلورة في مكنة، ثم تجهيزها عن مواد خام. هذه المواد الخام هي المواد الخام الوحيدة الموجودة في قطاع غزة اللي تدخل في جميع أنواع الصناعات البلاستيكية. المخلفات البلاستيكية أشكالها متعددة، صناعاتها متعددة في قطاع غزة، مثل الخرطيش، العلب البلاستيكية، في أنواع ألعاب ممكن برضو يشتغلوا على مواد صناعة الألعاب البلاستيكية في قطاع غزة، بالإضافة للكراسي وترابيزات وكل أشكال البلاستيكية. بنعرف أنه الحصار الفلسطيني في بداية الانتفاضة الفلسطينية 2000 تم منع دخول المصانع والصناعات والمكن والآلات البلاستيكية، لذلك التجأ الشعب الفلسطيني وهو صاحب الاختراعات لصنع مكان يدوي بسيط بإمكانياته الفلسطينية لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية. الصعوبات والمشاكل اللي بيعاني منها أصحاب المهن لصناعة المخلفات البلاستيكية. أولى هذه المشاكل مشكلة انقطاع التيار الكهربي، التيار الكهربائي اللي بيعاني منه جميع الصناعات الفلسطينية وليس حصرا على المصانع البلاستيكية. هذه المشكلة أثرت كثير على جودة وإمكانيات وكميات الإنتاج اللي بتأثر، وبالتالي بتأثر على عدم ثبات أسعار البلاستيك، بالإضافة لعدم توفير المواد الخام المستوردة. إحنا بنتكلم عن إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية المتوفرة بين الأيادي بالنسبة للساحة الفلسطينية في قطاع غزة. نتمنى في بداية هذا العام الجديد 2021 فتح المعابر ودخول المواد الخام الأساسية اللي بتساعدنا في إنتاج كميات أكبر وأفضل بجودة عالمية، بالإضافة لحل المشاكل اللي إحنا بنعاني منها التيار، وخاصة مشكلة التيار الكهرباء.
السوق هو والوضع الاقتصادي والحصار الفلسطيني أكثر بشكل عام على موضوع التسويق والحركة التجارية، بالإضافة أنه متأمن أن الله عز وجل وأن يكون هذا العام عام خير وبركة على هالشعب الفلسطيني وعلى أصحاب المهن وأصحاب المصانع البلاستيكية.